عم امشي وعم جي شمعة زادة تسنق ايه اشرب كولو بشفق صارين معك علاش لا واللي لا جوك احلق خندلوك بشوي اغنق ايه ولا اصحاب الكل هنا هابي بيرثداي طفي الضو اللي لحلات عبي كرش قطوات شو ما شبعك هدوات البرا وفي الانترنت بواتا بلع مساجات خنفندوك بالابلات هني وفيك ولا دوبلات هابي عيد ميلاد خلينا برش قطوها وليد السلام عليكم. السلام ورحمة الله ولدي بخير لاباس عليك. الله يحفظك الحمد لله. أحوال طيبة. والله إلا بخير. ماشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. يبارك فيك ولدي. إيش هاد المناسبة هادي؟ هاد المناسبة عيد الميلاد ديال ولدي. أييه. ولد ولدي وولدي الصغير. أييه. إوا بهاد المناسبة راكم محتفلين بيه اليوم وراني هادي لي واحد الهدية. غادي نكتشفوها في الاخر ان شاء الله بمناسبه عيد الميلاد ديالو ان شاء الله راني شريت واحد الهديه شاريها لي من العام من السنه الماضيه ان شاء الله ايوا درنا لي مفاجاه هذه السنه بمناسبه عيد الميلاد كان ديك الساعه باقي ما كيعرفش ليها الساعه كان مازال ما يعرفش ليها كان باقي صغير دابا شحال كمل دابا راه وصل العامين مزيان تبارك الله ان شاء الله راه عامين دابا وعليكم السلام الحمد لله حلوة حلوة العيد ميلاد ان شاء الله السلام عليكم المشاهدين هذه هي الحلوى ديال عيد ميلاد ولدي عائلتي المنصوري تتكون من هذه السيده هذا كلشي عليه احنا بغينا نشاركوا معكم اليوم عيد فرحتنا بولدنا كمل عامين هذه الام ديالو ها هي هو راه يلاه ملاهي مدا كاع في الحلوى يلاه ملاهي مع زاني اي ما عارف لا عيد ميلاد صباحكم مبروك ولك بخوينا يلا باغي نفطروا ودرنا هاد عيد ميلاد دابا نظرا لراجلي خدام حيتاش خدام ما يمكنش ما تيجي حتى ل 11 كيجي عيان قلنا نديرو هذا دابا احسن الاحسن دابا ناكلو هاد الحلوات ايه نحيدو علينا الصداع الجنوية شو سيارة المسطرة باش غادي اجيني زير قطع الحلوى اجي قطع الحلوى باش غنقرب زيد اجي عندي باش نقطع الحلوى هاد الحلوى شكون اللي صايبها؟ حلوى الكريم صايبتي جبال انا نسيت ما قلتهاش صايبتها البارح صايبتي يلا زيد وزيدتو صايب رجالة وين يلا تعال نزار موجود حيد ما بغاش هو يقطع اجا صافي حنا دابا كنقطع الحلوى الكريم ويلا ملاهي مع ثاني عندكم المشاهدين ها الحلوى اللي صايبتي ولا حتى لابد منها ودابا تنحركم في الجنه اخواني اللي بغيت في العصير حلوى الله كريم هاي نزار ناري ناري شحال شحال الفريد هز ها هو تعدوا اليوم لقى الفرصه بركه بسم الله الاولى ليكم الاولى ليا الاولى ليهم والثانيه ليكم اخوان يسبق راسه هو الاول ياك راه باقي جيعان باقي الصباح يلا باقي ما فاطرش البارح من سير خدمة ال 11 السيد بغا يخدم ما لقاش اللي يخدم انا كنقصيو دابا
واحد كزينة تيكوك درتولي الزردة اليوم، الزردة عندي الحان هاك المصور توا كنشكروه الله يجزيه بخير مسكين الله يحفظك من هذا المنبر ضارب معنا تا ضارب معنا تا راه كيصور فينا الله يجزيه خير الجزاء امين مول الحلوة كاع ما مصور وهذه المناسبة هذه كنقدم هذا الإهداء للأب ديالي منصوري محمد والأخ ديالي منصوري رضوان جماعة ثلاث ولاد فارس نعمان في إقليم سطات والأخوات العزيزات الجميلات اللي في الفاع في مدينة بولزانو اللي كتبعد عليا بواحد 180 كيلومتر على عمالة روفيغو فينيتو وكنقدمو هاد المناسبة لجميع الإخوان والأخوات خارج الوطن وداخل الوطن. المشاهدين غنحيدو هاد الفنيد هاد الدري اليوم غادي يصحو كامل وغادي يضرو في صحتو. غيعطي حكومة. هادشي اللي كاين. نخليو كلمة للسنسوري معاه. إيوا حنا فرحانين بهاد النهار هذا. كي إشكال مرة في العام. أنا ونتمناو من الله. سبحانه وتعالى يزيد يكبر ويكبر مشغول عام الفنيد هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في يدو لقى الهوتة كاع اليوم ما غاتبانش في الأطراف أش دابا نشوفو مع اللعبة نكادو نصيفو مع الهدية ندوز الهدية نشوف الله سيدي حتى مول عيد ميلاد فوق الكرسي ويلا كيقلب على التفصيل ديال الفاني فين كاين ها وليت فوق الجوز وين طب الصباح قطعوا لكم الكيكه ها الكيكه نقطعوها نزار شوفوا المهم بلا باو وبهذه المناسبه المصور اش كتقول نتايا اش كتقول بهاد المناسبة فرحان بولدك ايه هي المسؤولية الفراق خارج وطن وداخل أرض وطن منا وليهم هو المروحة رمضان مبارك عيد وعيد إن شاء الله صوموا وعيدوا هذا يلا كتفطرة هاي بحق الأحزاب حقكم في الجنة آية في حق حق حليمة وعيشة حق حليمة وعيشة ورضوان وبا منصور وجماعته رضوان وبا منصور نعطيهم التفصيل كامل وكنسلموا عليهم بزاف ومحشينهم وبعد المناسبة راه اختك فقعانة عليك قالت لك علاش ما كيعيطش عليا وعلاش ما كيصيرش معايا الرحيم حليمة شكون هو اللي كبير هي ولا انا والكبير راه كيسول على الصغار لا الصغار خاصو يسول على الكبير قالت لك بدلتي النمره كتصوني عليك ما كتجاوبش لا راه قول لها كاينه هي اللي كاينه 128 16 52 ايوا راه ما فيها باس تسول على خواتاتك ولا هما صغارات ما يسولوش تسول انت الكبير يبدا احنا سولنا عليك لالا كيفاش احنا سولنا عليك لالا غتعيط عليها في التليفون وتسول عليها وشنو قلت يلاه باين لك وهي الصقع راه الحلاوه بزاف واعره لك الحلاوه انا عارف انا من راسك كناكل الحلاوه نزار هاك هاك شوف نزار قول باي شوف بوس عميته بوس عميته ها دير لا دير شوف نزار دير وكنسلموا على بنتي شيماء ما حاضراش معانا حتى كاينه بلاصتها ويني ما كايناش هي لان راكم عارفين كل واحد وشاد دارو ما قدرناش نعيطوا عليها في نسلم على خويا محمد عباسي وهو وليداتو مناسبة هذا
الظروف ديال هاد الوباء وهادشي الله يحل الباس ما راه اسمح لينا خويا اسمح لينا راه كنبغيو لعندك ولكن هادشي اللي كاين جاب لي الله بحال الفطر بحال العيد الفطور هو راه الفطور هذا يا الله الاخوان غنودعوكم دابا وشكرا على المشاهده ديالكم عندها راه باش مرت ولدي ما تنوضش قالت ما فيها ما هي باغا الحلوى واللي قالت ما فيها ما تمشي احنا قطعوا في هذه ندير باني وكل هذا محمد تعال شوي كيفه هاي لاكرين ها لاكرين هاي ها تدخل دخلنا غادي عيد ميلاد ما كان لا لا غادي يدوب مع الشمس لا عاديه لك منيت ثاني بيت لينا نوضت في الفريش كيما ديال جدي ناقصاني عاد نمشي مسكينه ما ايوا هاد الحجر الصحي الغالب الله بغينا نحضر مع نزار والغالب بابا شوف شوف خاصك تعيط على الشين واللي طالعين هذاك الشين شيلوا شيلوا عيط على الشين ويركبوا ديك البيكاله اللي صانعين ولا عولتي عليا انا ما غنركب اشوف شوف الكتالوج تاعك انا كنشوف الكتالوج اللي كنشوف هذيك اللي ركبتي اول ما نزلت النهار وشفت الله ديما انا راني زعما غادي تخيل عبيد بقيع عام اللي كون غادي فاز جات عبيد ايوا مع باش يتعلمي ما تكونوا مضاعمين كنخرجوا واش البلان السي المهندس وعلى حسب الفورما ديالو ها 4 سنين ما غاديش يخرج وما غاديش يستافد منه المشكل ما غاديش 4 سنين راهي قاد جي قدو اصحاب طير البيت
كان مع قرين مع البيكالا ديال النزار كيصايبو فيها. هاد اللعيبات هاد الهد هاديك الشعبة طويلة هادي هاديك الشعبة حتى الاخر هاديك الدار بغينا نلصق هادو غادي نلصقو فيها الرويد وقيلا اه وهادي راه كتلصق غير بهذا لا ولكن هيدي هادي هي ديال هنا ولكن مين كتحل من حل هادي حيد هادي كتخشي اه بلاتي يكون امبيات عجي نعطي لولدي ام ديالو هاي يلا زي ها هي ام تاع ولدي ها يلا شدو عندك دفق على حوايجك يلا بشوي عرف شوي برافو كتصور السيد المصور؟ اه مزيان كتشوف فيا اش كندير؟ وي حنا كنتعافرو سيدي مع هاد العرابة شحال باقي كنت تمشي للخدمة؟ غادي نخرج اخويا مع وحدة وغنبدا مع الجوج ان شاء الله ان شاء الله قربتي تكمل هادي؟ نيزا كيف زعرة عرباتك كترة الماطة هذوك اش كيديروا هذو؟ هذوك كيديروا الدواء كيداوي باش ما تبخوش ما تاكل يضرب لي النوارة يبقاو لي على الزلال طوال كيداوي في البعويدة الاخوان البعويده تبارك الله مني كت مني كتمر وكتقاد كتولي قدك د الغراف في ساتي جو دابا من الفوق خليو الوليد باقي كيركب في البيكاله رجعوا عنده من بعد ما ينتهي منها الحمد لله اجواء في الطاليان راه بخير الحمد لله الاحصائيات ديال عدد الموتى بسبب مرض كورونا راه سير كيقل الحمد لله هذا ان دل فانه يدل على انهم بداو كيحاربوا هذا المرض ماشي بداو راهم حاربوا هذا المرض وقداو عليه الحمد لله وقدروا يتغلبوا عليه بقدره الله الحمد لله ونشكروه وعلى ما حسب ما سمعت هما ان قالوا راه غيبداو يصيفطوا تلقيح لكل دار على بال ما يسالي هاد التلقيح هذا خاصها دوز واحد على الاقل مده عامين على الاتحاد الاوروبي كامل غيبداو يصيفطوا البراوات دار بدار باش يبداو يديروا التلقيح الجلبه على حساب هاد الحمد لله نتمنوا من الله كل خير ان شاء الله غادي دابا الاخوان نشوفوا البيكالا راه يا سلام الوليد الشكل النهائي ديالها كي داير تابعوا معنا او نزار بابا قد ما يلا اول مره غيتعلم يفايدر يلا سير صور زيد 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 زي. خصني لصقو بالسكوتش هداك الرجل ها حالك
يلا طاحت البليغة البليغة طاحت البليغة طيحنا طيحنا البليغة نعم انت رجليك خاصك تحطهم هنا حالك يلا لوسي البيضة يلا زيد سير البيضة يلا شي تحيه للجمهور الوليد باش نختموا الفيديو ان شاء الله وا سيدي كما شفتوا الهديه هي صيبنا ديال الدينار وراكب على السينيزار دابا خاصو غير يتعلم واحد شويه البيدال لان اول مره غيركب عليها ما مازال ما كيعرفش البيدال هو دابا ملي غادي يتعلم ليها يولي يعرف البيدال غيتبيتواتي معاه وتحياتي للجمهور المشاهدين السلام عليكم الاخوان نتمنى يعجبكم الفيديو الى فيديو قادم